Salam alaikum. Fadhessadi, on va aborder le dernier chapitre d'IEL, le calcul trigonométrique 2, l'imtalakbi, les angles inscrits et relations dans le triangle. Fadhessadi, le cadre imkan, nous cherchons le langage arabe, mais le arabe fikum, il est imkan, nous sommes à l'aise de Awalan, on va le chapitre, un rappel à les notions d'IEL, les angles inscrits et les angles au centre les touche déjà je touche en scène la rythmie de l'état dit bien on a un dairé un cercle C le centre dialo ou O tout le monde a dit fait le cercle deux points A et B enfin le segment rythme AB le segment AB tige quel maus ma bi water water fait dairé le français il y a c'est une corde la corde AB. On a fait le rappel que la corde AB ne marche pas dans le marquez O. Si on marche dans le marquez, on va faire un diamètre. On a fait un diamètre. On a fait un marche dans le marquez. On a fait un diamètre. 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 On a fait l'angle inscrit dans le cercle. الزاوية المحيطية في الدائرة هنا في المثال ديالنا هي الزاوية AMB هذه الزاوية هذه كما كتلاحظوا لو سومي ديالها الرأس ديالها اللي هو M هي نقطة كنتمي من الدائرة وتحصل قوسا AB دونك كتسمى بالفرنسية ان انجل انسكري كي سوتون لارك AB الزاوية المحيطية التي تحصل القوس AB. المفهوم الثاني وهي الزاوية المركزية هنا في المثال ديالنا الزاوية المركزية هي الزاوية AOB هذه الزاوية هذه لو سومي ديالها هو O هو مركز الدائرة وتحصل كذلك قوسا من الدائرة اللي هو قوس AB Il y en a deux mailles de notions, il y en a une Zawiya al-Muhitiya, l'angle inscrit à MP, ou Zawiya al-Markaziya, l'angle au centre, il y en a AOP. Fad al-Halati, il y en a qui me cache à tout. Had les deux angles, jujum, qui achsalo, nefs le kaos li katem, li wa kaos AB. Là, Fad al-Halati, n'a pas oublié, had l'angle au centre, l'angle AOP, il correspond à l'angle inscrit les OA AMP. Qui n'a la cabine, a les deux angles. Et en nom de ma haine, il y a un AB. Il sous-tend, il sous-tend l'arc AB. Voilà. Mais bête, on me rend d'abord une activité. Il y a un halo, il y a un bino. العلاقات بين هاد لي زونغل انسكري اي لي زونغل او سونتر اولا يلفو كونستروير لا فيغور اذا ننشئ الدائره اللي مركز ديالها لو سونتر هو او ثم ننشئ بعد ذلك اون كورد ا بي وغنضع واحد النقطه ام في الدائره بحيث ما تكونش كتنتمي لهاد لو دومي سيركل اللي فيه لي بوين ا اي بي هادشي اللي مطلوب عندنا في المعطيات انا اذا وضعتها في هاد لو بوين هذا هنايا ثم مطلوب باش ننشئو لو سيميتريك دو ام بارابور ا او اللي هو ام بريم مماثلة ام بالنسبة ل او اللي هي ام بريم يعني ان او هي لو ميليو ديال ام ام بريم منتصف القطاع ام ام بريم دونك هو هذا هي لا فيغور ديالنا افيك لو سيركل La question 1 مطلوب باش نبينو بلي AOM prime l'angle AOM prime est égal à 2 AM M prime. بمعنى il faut trouver une relation entre les deux angles AM M prime et AOM prime. لهذا انا غنحاول نبدا بالزاوية الاولى AM M prime يعني ثم باستعمال
العلاقات ديال لو تريونغل و لو سيركل، نحاول نلقى العلاقة بينها وبين الزاوية الثانية اللي هي A O M بريم. ياتي اون افي غادي نختار ان تريونغل اللي هو A M O. علاش؟ لان هاد لونغل هذا اللي هو A M M بريم هو زاوية ضمن هاد المثلث هذا A M O. و à première vue عندنا هاد لو تريونغل A M O اي ايزوسيل متساوي الساقين. لماذا؟ لان او ام كتساوي او ا، لانهما معا شعاعين في الدائره سي. واذا كان المثلث ام ا او متساوي الساقين، اذا الزاويتين ا ام او والزاويه الاخرى او ا ام متقايستين ايزومتريك. دونك سي سكو جي نوتي هنايا دون لو تريونغل او ا ام او. عندنا لي دو سيغمون او ام اي او ا سون ايغو، دونك لو تريونغل اي ايزوسيل متساوي الساقين. و الا كان متساوي الساقين فان هاد الزاويتين متساوي الساقين بطبيعة الحال في النقطة او هنايا. دونك دو les angles AMO كتساوي لونغل OAM. وشنو هو هاد لونغل AMO؟ راه هو لونغل AM M بريم. يا مددنا هاد القطعة هادي AMO هي AM M بريم، وبالتالي انا في بلاصة ما كتبت AMO كتبت مكانو AM M بريم. AM M بريم هادي كتساوي هاد الزاوية الأخرى. إذن ثم في هذا المثلث هذا كتعرفوا بلي علاقة أساسية في المثلث هي مجموع الزوايا كتساوي 180 درجة. AMO زائد OAM زائد MOA كتساوي 180 درجة. واش كنا دابا الزاوية AMO راه هي الزاوية AMM بريم. دوك انا خلاص ما كتبت A M O كتبت A M M بريم. ثم بالتطبيق النتيجة اللي حصلنا عليها سابقا، قلنا هاد الزاويتين متقايستين A M M بريم و O A M هادو متقايسين. إذا كانوا متقايسين شحال يساوي المجموع ديالهم؟ المجموع ديالهم يساوي جوج المرات O A M أو جوج المرات ام ام بريم. انا اختار انايا جوج المرات ام ام بريم. علاش؟ لان هذه الزاويه المطلوبه عندنا في السؤال. نواصل. اذا عندنا قلنا انايا هذه هي 2 ام ام بريم زائد ام او ا غتساوي 180. نحول هذه الزاويه ام او ا للطرف الثاني غتغير الاشاره بحال كنديرو في المعادلات. ثم دابا اش بقى لي نلقى؟ عندي لقينا A M M بريم، لقينا هاد الزاوية هادي، بقى لي نلقى الزاوية التانية اللي هي A O M بريم. منين غنحاول نحصل عليها؟ انطلاقا من هاد الزاوية هادي اللي مجهولة M O A. M O A هي هادي. شوفوا مزيان في الشكل شنو هي العلاقة بين M O A هادي والزاوية اللي تنبحث عليها اللي هي A O M بريم. A O M بريم شنو هي العلاقة بين هاد الزاويتين؟ لاحظتوا مزيان بلي هادو سو سون دو زونغل سوبليمونتيغ، زاويتان متكاملتان، المجموع ديالهم كيساوي 180 درجة، ان لونغل بلا. إذا كان المجموع ديالهم كيساوي 180 درجة، نكتب هنايا هاهي M O A زائد O A M بريم كتساوي 180 درجة. إذا شحال تساوي M O A؟ غتساوي 180 ناقص A O M بريم. نعودها بلاصت ام او ا هنايا تولي 180 ناقص 180 ناقص ا او ام بريم. ثم هنايا نوزع نشرد الناقص على
عدد داخل الأقواس ستولي 180 ناقص 180 زائد AO M بريم. اختار لو غيبقى في الأخير 2 AM M بريم كتساوي AO M بريم. فوالا la relation اللي كنبحثو عليها. بنفس الطريقة غنحاولو نبينو دابا بلي لونغل PO M بريم كتساوي جوج BM M بريم. نرجع مرة أخرى لو لا فيغور ديالنا اللي فيها لو سيركل افيك لي تريونغل دودون. غنشوف نحاول نشوف اولا الزاوية بي ام ام بريم. بي ام ام بريم هي هادي، هاد الزاوية هادي بي ام ام بريم راه هي الزاوية بي ام او. إذا مددنا هاد المستقيم نفس الزاوية، ثم الزاوية الأخرى اللي تنبحثولها هي بي او ام بريم. ب او ام بريم هي هادي، يعني كيفاش غنحاول نلقاو العلاقة اونتخ سي دو زونكل؟ كيما العادة غنبدا من هادي، هادي كاينة داخل هاد لو تريونغل، هادا لو تريونغل ام او بي اللي غنختار. دونك غنختار لو تريونغل ام او بي ولا بي ام او. اش لاحظتم كذلك هذا لو تريونغل الى ايزوسيل، متساوي الساقين في النقطه او. لماذا؟ لان ام او كتساوي او بي بجوجهم شعاعين في الدائره. ثم اذا كان هذا تريونغل ايزوسيل، كيف دايره الزاويه بي ام او والزاويه او بي ام؟ غيكونوا متقايسين ايزومتريك، دو زونغل ايزومتريك. دونك نكتبها هنايا، هي بي ام او، بي ام او كتساوي او بي ام. ثم نطبقوا العلاقه ديال مجموع زوايا مثلث اللي كتساوي 180 دوغري. عندنا هاي الزاويه الاولى دو بي ام او زائد الزاويه الثانيه او بي ام زائد الزاويه الثالثه ام او بي تساوي 180 درجه. وقلنا هادو متقايسين، اذا المجموع ديالهم هي جوج مرات وحده منهم. غادي نختار انايا بي ام او، كتولي عندنا جوج بي ام او زائد ام او بي كتساوي 180 دوغري. و بي ام او قلنا هي الزاويه بي ام ام بريم، جوج بي ام او كتولي هي جوج بي ام ام بريم كتساوي 180 ناقص ام او بي. اش بقى لي نلقى؟ بقى لي نلقى الزاويه الاخرى اللي هي بي او ام بريم. الزاويه ب او ام بريم هي هادي، وحناش عندنا، عندنا الزاويه ام او بي هي هادي، كلاب احمر كذلك عندنا هادي، عندي هاد الزاويه وكنبحث على هاد الزاويه الاخرى. واضح بلي راه كاين علاقه بيناتهم، لان المجموع ديالهم كيساوي زاويه ان اونغل بلا اللي هي كتساوي شحال؟ كتساوي 180 درجة. دونك هنايا نكتبو بلي ام او بي زائد بي او ام بريم كتساوي 180 درجة. إذا شحال تساوي ام او بي؟ غتساوي 180 ناقص بي او ام بريم. هيا ام او بي كتساوي 180 ناقص بي او ام بريم. ثم هنايا غنشر تولي 180 ناقص 180 زائد بي او ام بريم. غنختزلو في الأخير غنحصلو بلي دو بي ام ام بريم كتساوي بي او ام بريم. فوالا هادي لا بروميير غولاسيون، وهادي لا دوزيام غولاسيون من واحد و جوج. الى جمعت هنايا البرومي مونبر ديال هاد ليكاليتي مع البرومي مونبر ديال هاد ليكاليتي، فغنجمع كذلك الدوزيام مونبر افيك لو دوزيام مونبر. هنايا غتولي ماذا؟ ا او ام بريم زائد بي او ام بريم كتساوي جوج ا ام ام بريم زائد جوج بي ام ام بريم. غنعملو بجوج غتولي جوج عامل ا ام ام بريم زائد بي ام ام بريم. شوفو دابا في الشكل هاد المجموع ديال الزاويتين ا او ام بريم، ا او ام بريم زائد بي او ام بريم، هادي زائد هادي، فهي كتساوي الزاوية ا او بي، كتساوي الزاوية ا او بي تساوي ماذا؟ جوج عامل هاد المجموع هذا. شوفوا نفس الشيء في الشكل
زاوية AMM AMM زائد BMM دونك هاد لونغل بلوس هاد لونغل هادي بلوس هادي إت إيكال AMP فوالا دونك هذا هو الاستنتاج اللي مطلوب عندنا في لا كيستيون بي. نرجعو للشكل شوفو مزيان حسنا هنايا على الزاوية AOP الزاوية AOP هادي كتساوي جوج المرات AMP جوج المرات AMP جوج المرات هاد الزاوية. اش قلت لكم في اول حصة هاد لونغل هذا AMP c'est un angle inscrit dans le triangle. زاوية محيطية في الدائرة. Elle sous-tend quoi? Elle sous-tend l'arc AB. تحصل القوس AB. والزاوية الثانية اللي درت هنايا الأحمر AOB. أش كتسمى؟ C'est un angle au centre. زاوية مركزية في الدائرة. تا هي تحصل القوس AB. Elle sous-tend l'arc AB. Ou qu'est-ce qu'on a trouvé Naya, comme résultat? On a trouvé que cette zawiya AOB, l'angle au centre, qui s'appelle DEF, le double d'IL, zawiya AMP, l'angle inscrit. Maintenant, quand c'est très haut, khasiya, SSIA, l'IA, l'angle au centre dans un cercle, qui s'appelle le double à DEF d'IL, l'angle inscrit qui lui correspond. الزاوية هادي شفتوها في الكوليج الزاوية المركزية في دائرة تساوي ضعف الزاوية المحيطية كي لوي كوغيسبون المرتبطة بها لي معنى مرتبطة بها يعني بجوجهم كيحصلوا نفس القوس اللي هو أبي فوالا هادي هي لا بخوميييغ بروبريتي.